Jesus Christ our Savior was born on Christmas Day. في هذه الأيام التي نستعد فيها لعيد الميلاد تتاح الفرصة للرد بشكل ملموس على احتياج أولئك الذين ما زالوا يعيشون في المدينة حيث ولد يسوع. تعمل حراسة الأراضي المقدسة جنبا إلى جنب مع المسيحيين المحليين بمساندة حملة باسم في عيد الميلاد يعود للأصل. هذه الحملة التي أطلقتها الـ ATS المساندة للأرض المقدسة والمنظمات غير الحكومية المساندة للحراسة. أطلقنا هذا العام هذه الحملة لعيد الميلاد كالـ ATS المساندة للأرض المقدسة لمساعدة المجتمع المسيحي في بيت لحم، ولا سيما الفئة المحتاجة منهم المسنين والأطفال والأسر الشابة. على سبيل المثال نساعد الجماعة الأنتونيا في بيت لحم وهو بيت للمسنين، ونساعد أيضا الأطفال عن طريق دفع الأقساط المدرسية، أي المساعدة المادية للمحتاجين من الأطفال والأسر الشابة وخصوصا وسط البطالة الكبيرة الموجودة في بيت لحم، ولهذا نساعد الأسر المحتاجة فعلا في بيت لحم. تؤثر الحالة الاقتصادية والسياسية الصعبة في المدينة بشكل خاص على الأطفال الشباب والمسنين. تساعد التبرعات التي يتم جمعها من خلال حملة عيد الميلاد في النفقات الطبية وفي إيجارات الأسر المحتاجة وفي شراء الحليب أو الملابس الشتوية للأطفال وفي شراء أدوية للأطفال المصابين بأمراض مزمنة ووجبات طعام للمسنين والفقراء. على بعد خطوات قليلة من معظم الأماكن المقدسة المسيحية تعمل الحراسة يوميا لمساندة الحضور المسيحي ذو أقلية في بيت لحم كما هو الحال في كل الأرض المقدسة. يطلق على الحملة عيد الميلاد يعود للأصل للتذكير أن أصول المسيحية بدأت من هنا، وبالتالي الانتباه أيضا إلى الحجارة الحية في هذه المدينة وبالتالي المجتمع المسيحي الذي يعيش هنا والذي في كثير من الأحيان يكون في وضع صعب. هناك 300 عائلة فلسطينية و500 طفل و100 مسن لدى الرهبان الفرنسيسكان خطة لتخصيص نحو 2000 يورو لبيت لحم في عام 2012. يمكن دعم الهدف من عيد الميلاد لهذا العام عن طريق التبرع في الموقع التالي www.proterasanta.org أو عن طريق تحويل مصرفي أو حوالة بريدية.